تم إقرارها من طرف السلطات العمومية، وهي تعليق توظيف نتاع مادة السميد في الأكياس تاع 25 كيلو باش نسمحوا لكل مواطنين عبر فضاءات تجارية باش يتحصلوا على المنتوج. وتم يعني تمد التوجيهات لأصحاب المطاعم باش يوظبوا في أكياس في تعبئة تاع كيلوغرام 2 كيلوغرام 5 و10 كيلو بالنسبة للسميد والفارينة، وبالنسبة للزيت في عبوات 1 و2 لتر، وبالنسبة لمادة السكر 1 و2 كيلوغرام. رحنا حتى بعيد بالنسبة لقفة رمضان، لأنه لا يخفى عليك الأخت الفاضلة بأن الشعب الجزائري من خلال العمليات التضامنية هناك العديد من العمليات يعني تشهدها قبل رمضان ولا خلال شهر رمضان، تم إعطاء حتى تعليمات باش القفة تحتوي على هذه التعبئة تاع كيلو واثنين وخمسة كيلو غرام بالنسبة للسميد، وقارورات لتر واثنين لتر باش يكون هناك ترشيد للاستهلاك ومحاربة لاقتناء غرقوا. طبعا خرجوا بعدها بنهار قالوا هذا الكلام لا مش يصح والناس راهم ما فهموش إلى آخره. لا، المعلومات صحيحة، حتى خرجوا داروا تكذيب. ها هنا أولا يقول في المعلومات وهذه المعلومات صحيحة، ومن بعد خرجوا قال لك لا في الحقيقة راح ينقصوا فقط من هذوك تاع الشكار تاع 25، نقصوا منهم تاع 5 لترات، معناها زيد الطابور زيد لاشين. اللي كان يدير لاشين باش يدي 25 كيلو ممكن تبقى له أسبوع ولا 10 أيام، يولي يديرها 3 مرات، لاخاطش راكم درتوهم تاع 2 كيلو 5 كيلو 10 كيلو إلى آخر، معناها زيد لاشين. بكري زمان أنا نتذكر كان سميد بالقنطار والفارينة ب 25 كيلو و 50 كيلو وما كانش يعني قليل وينتصر الندرة. هاي جزائرهم الجديدة، وهاو تبون اللي قالك الاقتصاد نتاعنا قوي ولذلك الدبلوماسية نتاعنا قوية، غارقين في الحليب والزيت والسميد وأشياء أخرى كثيرة. يعني دليل آخر على ما يقوله هذا الكذبون، كله كذب وكله خداع. وأنا نقول لهم ونحذرهم، راكم تحفروا في قبوركم. نتمنى برك ما يكونش أيضا فوضى في الدولة يعني وفوضى في البلاد، لأن هذا الشيء راكم توصلوا للناس بغضب، راهي الناس تغضب واحد الغضب من وش راكم تقولوا. لو كون غير جيتوا فاشلين وساكتين، لكن أن تكونوا فاشلين وتقدموا صورة كاذبة تماما، هذا اللي يزيد يجنن الناس.